أول خطوة إيه؟ أول خطوة هلبس لبس الإحرام. لا، في خطوة قبل كده. إيه الخطوة اللي قبل كده؟ غسل الإحرام. هتاخد دش، هتاخد شاور زي ما بيقولوا. يعني إيه ده؟ ليه؟ علشان تبقى نقي. طب بس يعني الهدف إيه؟ كل خطوة في العمرة وفي الحج وراها معنى ورمز روحي. ما تاخدش الشكل بس، شوف المعنى من جوه. انت عارف الدش اللي انت هتاخده ده معناه ايه؟ انت مش متنظف نفسك من بره، انت بتغسل نفسك من جوه. قبل دخول الجنه في نهر، اي واحد داخل الجنه هينزل فيه، اسمه نهر الحياه. لما ينزلوا النهر ده يتشال من قلوبهم اي غل او حقد او حسد، بيور نقي. الدش ده شبهه كأنك بتقول، على فكرة انت ممكن في اللحظة دي ما يبقاش مجرد انك واقف تحت الدش ده، انت ممكن تبكي. او الله العظيم ممكن دموعك تنزل، لانك فاكر انك دلوقتي بتنقي كل اللي جواك. يا رب انا عايز اجيلك نقي طاهر. كأن المية نزل عليك وذنوب نزلة، كأن المية نزل عليك والقلب بينضف من غل وحقد وحسد وكراهية. ممكن تبكي فعلا. عمرك شفت واحد بياخد دش وبيبكي؟ لانك لو فهمت الرمز الروحي. خلي بالك كل العمرة والحج رموز، رموز بس مين يبقى فاهم؟ وانا جاي بقى اشرح لكم هنا الرموز عشان تشتاق للحج وتحلم بالحج وانت فاهم، مش مجرد رايحين نحج وخلاص. خدت الدش، يا سلام، يلا بقى البس لبس الاحرام. هو لبس الاحرام ده رمز لايه؟ مستسلم لله تعالى، لان اللبس مش سهل. لابس لبس، عشان كده في حج متمتع، لان مش كل الناس تقدر. انا بحب افضل لابس لبس الاحرام لانه بيديني احساس انا مسلم ليك يا رب، انا عبد. وشوف وحده الحجيج، لبس واحد، زي واحد، لون واحد، كله لابس اللون الابيض، كله في اتجاه واحد، كله بيقول كلام واحد، لبيك اللهم لبيك. فعلا دين التوحيد، توحيد في الزي وتوحيد في اللون وتوحيد في الاتجاه وتوحيد في الهدف وتوحيد في الكلام. ايه ده؟ ايه الدين الرائع ده؟ ايه الوحده دي؟ لبست لبس الاحرام، صلي ركعتين سنه احرام. يا سلام، كانك بتقول له يا رب نويت. حاجه رائعه، مش كده؟ يلا احنا فين دلوقتي؟ لبسنا لبس الاحرام، صلينا ركعتين، خدنا الدش بتاعنا، ومتجهين الى الميقات. الميقات دون كل واحد داخل مكه، كان مكه في النص كده، شايف الترابيزه دي، كان مكه في النص. فكل واحد جاي من مكان، من اليمن، من الشام، من مصر، من المدينه المنوره، له حد يبدا منه الاحرام. بعد كده ممنوع بقى تقص شعرك، ممنوع تحط حاجه على راسك، ممنوع بقى تشتم او تغلط او تجادل، ممنوع زوج وزوجه يقربوا من بعض. قائمه الممنوعات تبدا من الميقات. اشمعنى؟ كان ربنا بيقولك، يعني اشمعنى كلمه الميقات؟ من هنا ابدا، ركز. انا جاي لك يا رب بمنتهى التركيز. في قائمه ممنوعات حاجات كتيره منها حلال، أنا حسيب الحلال، فما بالك بعد كده للحرام. عند الميقات تقف لبيك اللهم بعمرة وحجة لنفسي، أو لبيك اللهم بعمرة وحجة لجدي اللي مات، أو لأهلي، لأمي اللي توفت، أو يا سلام. وبتقولها ببقك ومن هنا، من لحظة الميقات دي يبدأ نشيد الحجيج والمعتمرين. أما جميل بشكل، اولا اسمع الكلمه دي، الحجاج والعمار، حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وفد الله تعالى. انت في ضيافه ربنا، يا نهار ابيض، انا في ضيافه ربنا. الحجاج والعمار وفد الله تعالى، اذا سالوه اعطاهم واذا دعوه اجابهم. انت في ضيافه ربنا، معقوله تطلب وما يدكش؟ يلا هنبدا نقول ايه طول السكه، لبيك اللهم لبيك. أما جميل بشكل، بالذات لو إحنا مجموعة مع بعض. غمض عينيك كده، تخيل الطيارة كلها طالعة أو الأتوبيس كله طالع، وفي كله في صوت واحد، لبيك اللهم لبيك. يعني إيه لبيك اللهم لبيك؟ أنا جاي يا رب. كلمة أنا جاي يا رب دي، أنا مرة والله يا جماعة كنت في طيارة ومعايا شباب وبنات كتير، كنا أغلب الطيارة والله العظيم، كل الناس بتقول لبيك اللهم لبيك. والله العظيم المضيفين والمضيفات دموعهم نازلة، وإحنا طبعا دموعنا نازلة. أنا جاي يا رب، لبيك اللهم لبيك، أنا جاي لك. ممكن تقولوها دلوقتي؟
تقولها بنية انك عايز تعمل عمرة وحج قريبة، لبيك اللهم لبيك، جايلك جايلك، لبيك لا شريك لك لبيك، جايلك لوحدك، انا مش جاي لدنيا، انا مخلص ليك قوي، لبيك لا شريك لك لبيك. ليه لا شريك لك؟ علشان ان الحمد والنعمة لك والملك. عشان كده هقول لك تاني، لا شريك لك لبيك. الله، لازم تعيط. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من حجر أو شجر يسمع تلبيتك إلا وشهد لك يوم القيامة طول الطريق، فإن مات وهو يلبي بعث يوم القيامة ملبيا. تخيل الناس يوم القيامة كله بيجري وخايف، واحد جاي يقول له لبيك اللهم لبيك، لو مات وهو معتمر أو حاج. بحلم أحج، وبحلم ما حجش لوحدي، معاكم بعمرة على سنة النبي صلى الله عليه وسلم بإحسان، لأن هي حجته وعمرته كلها إحسان، صح 100%، من غير تكاليف كتيرة، على قدنا، فيها مشقة بس جميلة جميلة.